It's an industry session, and the first will be our eminent speaker, Professor Khalid Al-Hadidi. سمبوزيوم هيبقى الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه كله البودي ويت مانجمنت، وهيبقى نيو ايفا فور اوبيزيتي مانجمنت. والحقيقه زي ما انتم شفتوا كل الجايد لاينز اهتمت بالويت مانجمنت، ولا ما عندناش اطول قامه من الدكتور خالد علشان خاطر يجلي هذا الامر. فالدكتور خالد الحقيقه قدامك 7 دقائق خالد، دقيقتين زياده على عليك، خدت 4 دقائق. انا الرئيس، خدت 4. ايوه انا الرئيس، عمال اتكلم طول النهار. مساعد. حاضر، اتفضل دكتور خالد. دكتور خالد بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور مصباح، يعني بشكر ايفا على مشاركتها معانا في المؤتمر، ويعني ايفا من الشركات الناشونال اللي بوجهه انترناشونال، يعني دايما بيبقوا كرييتيف في ادويتهم، فال النيو دراج او نيو كامر ده هيساعدنا في الاوبيزيتي، ان يبقى عندنا ماتيريال كتير نشتغل بيها. تعالوا نخش على الاوبيزيتي بسرعه كده. الاوبيزيتي از بانديميك زيه زي الديابيتس، وكان زمان السيفلس هو رقم 1 في البطنة، بعد كده بقى الديابيتس هو رقم 2 في البطنة. اللي ما يعرفش ديابيتس ما يعرفش أمراض بطنة، الكلام الجديد اللي ما يعرفش أوبيزيتي ما يعرفش أمراض بطنة. 650 مليون واحد عندهم أوبيزيتي، 2.8 من الناس دول بيضاي بسبب حاجة ريليتد الأوبيزيتي. تقريبا متوسط الأوبيزيتي في العالم 13%، 40% منهم أوفر ويت، وده اللي شفناه في 100 مليون صحة. كان عدد الاوفر ويت في ال 55 مليون اللي اتعمل لهم دراسه كان حوالي 34% منهم اوفر ويت، 33% اوبيز، و6% اوبيز. يعني متخيلين 70% من الشعب المصري بيتدرج ما بين الاوفر ويت للاوبيزيتي، فاحنا شعب مبطبط شويه. 80% من الاوبيزيتي عندهم ديابيتس، 35 اسكيميك، 55 عندهم هايبرتنشن، 20% من الكانسرز ريليتد الاوبيزيتي. فبالتالي الاوبيزيتي زي ما قلت لكم هو بقى هو القرن الواحد وعشرين والاثنين وعشرين المرتبط بالامراض البطنه هو الاوبيزيتي. الاوبيزيتي فيه كل حاجه من اول العظم لغايه الاوبستراكتيف سليب ابنيا بجميع انواعها. لما بنقلل 5% ودي يمكن من زمان اساتذتنا يقولوها لنا بالبراكتس بس بتاعهم، لكن ده بقى دوكيومنتد خلاص. مجرد تخسس 50% هتظبط سكر وضغط، توصل ل 10% هتمنع السكر، تصلح النفلد والبي سي او، توصل ل 15% بتتكلم بقى على كارديو فاسكولار بريفنشن، وبتتكلم على اليورينري تاكت انكونترنس يتحسن، والاوبستراكتيف سليب ابنيا اللي هي بتكلف كتير العيان انه يجيب السيباب ماسك. 15% العيان بقى يخش في ريميشن، وده اللي شفناه بعد البارياتريك سيرجري والقصه بتاعته. الكارديو فاسكولار مورتاليتي بتقل والهارت فيلير بيقل. في جاب في الميديكيشن او في التريتمنت بتاعت الاوبيزيتي ما بين اتشيف بالدايت والاكسرسايزز كلاسيك تيتشنج 5% ل 6%، وبنوصل في البارياتريك ل 35% ويت ريدكشن. في جاب هنا في النص المفروض اللي هيملاها الفارما. يعني في سلايدز هنا زحمه كتيره جدا ما حبيتش احطها، لان انا عارف ان الفسيولوجي يعني في اخر اليوم كمان بتبقى الدنيا مبعككه، بس عاوز اقول لكم انواع الاكل ايه. يا اما هوميوستاتيك، واللي هوميوستاتيك دي داخل فيها كل الجريلين والباسويز والحاجات بتاعت الهنجر والحاجات اللي النيوروبيبتايد واي واي والقصص اللي انتوا حضراتكم ممكن نرجع لها فسيولوجي. اما الهيدونيك دي هي السعاده في الاكل. هيدونك يعني انا بروح اكل عشان ابقى ساعة عندي كريفنج، بيسموه كريفنج. الست ما تزعل قوي قوي تروح تاكل شوكولاتايه تتمزج تبقى كويسه جدا. فالكريفنج ده مشهور جدا، وده داخل في سيستم اسمه الميزوليمبيك سيستم. الليرنينج اند الميموري، الواحد اتعود على كده انه يروح يعمل شوبينج، وفي اخر الشوبينج وهو بيشتري ايام الرخص يعني قبل ما الدنيا تبقى غاليه كنت تروح جايب حاجه حلوه وانت ماشي، لان ده بيديك بليجر. فالبليجر موجوده في الشوبينج وفي الاكل. الدواء الجديد النالتريكسون بابروبايون عباره عن حاجتين. النالتريكسون ده اوبيويد ريسبتور انتاجونيزم، هنعرف يعني ايه. والبابروبايون هو عباره عن ري ابتيك انهبيتور للدوبامين والنور ابينفرين. الاولاني كان بيستخدم في الناس المصحات بتاعت الكحول، والتاني بيستخدم في الناس اللي عندهم ديبريشن. الميزوليمبيك سيستم ده ريورد،
المكافأة، الست زعلانة أو الراجل متضايق من الشغل، المدير رفضه النهاردة، فيروح داخل على المطعم واكل طبق مليان أكل يحس بالسعادة ولا كأن حد أذاه النهاردة. الهايبوثالاموس ده الطبيعة بتاعتك، أنا طول اليوم ما أكلتش فهروح أكل، ده اسمه الريفلكس بتاع الهانجر، ده فيري سيمبل. المفروض ان الاثنين سيستم دول هيشتغل عليهم النالتركزون بابروبيون، اللي هو هنختصره بعد كده في كل كلامنا الان بي كان النوتابين. زي ما انتم شايفين ببساطه كده عشان ما نخشش في تفاصيل، ده كان لازم اجيب الرسمه دي اللي بتقول ايه، بتقول ان الهايبوثالاموس جواه سيلز اسمها البرو اوبيو ميلانو كورتين. البرو اوبيو ميلانو كورتين دي بتطلع الالفا ام اس اتش، بيشتغل على الريسبتور اللي بيشبع ويخلي الواحد يخس ويخلي الواحد ما يبقاش مهتم بالاكل قوي. وفي باسوي انهبيتوري لهذه السيلز جاي من نفس الخليه اللي هو البيتا اندورفين، بيخش يعمل انهبيشن. لو انا عندي دواء يخلي البرو اوبيو ميلانو كورتين ده يطلع لي الالفا عشان يعمل سبريشن للدايت، وفي نفس الوقت يقفل الباسوي دي، يبقى انا كده اديت المهم. فببساطه شديده جدا النالتروكسين بيقفل الانهبيتوري فيدباك وبيحسن او بيستيموليت البرو اوبيو ميلانو، خلاص خلصت. يبقى البرو اوبيو ميلانو يستيموليت البي ام سي عشان يطلع الالفا، وفي نفس الوقت النالتروكسون يقفل الاوبيويد ريسبتور فما يبقاش فيه انهبيتوري باسوي. يعني الرجل قفل ميه ونور في السمنه ببساطه شديده جدا، وهيفضل شبعان ومش جعان، ولما يبص للاكل يعني يعدي عليه كده مر الكرم. هي دي فكره الدواء. الدواء ده كان نازل واخد اف دي اي ابروفل مسمى الكونتريف. انا محتاج اقول اسامي الادويه عشان تبقى ابلايد ليكم كلكم. الكونتريف ده واخد ابروفل في امريكا، هو نفس الماده الخام اللي هي النالتركسون 8 ملي جرام والبوبروبيون 90 ملي جرام، وفي اوروبا الايما رخصته باسم الميسيمبا. في مصر بدات شركه ايفا تنزله بالماركت بالايفا نيوترين. فاحنا عندنا الثلاث ادويه او الثلاث علب هم مسميات لنفس الماده الخام. ثلاث ادويه هم عباره واحد واخد اف دي اي في امريكا، وواحد واخد ايما، وده واخد الموافقه المصري بالمسمى بشركتنا، وهي غالبا كمان هيتحط في جدول التصدير ليهم. الاوبيزيتي، منظمه الاوبيزيتي قالت ايه؟ قالت ان هو ابروفد مش بس فور ويت، لا ده كمان بيتكلموا عليه في الجلايسيميك كنترول في التايب 2. يعني واضح كده انه هيبقى له كلام على انه ادينج فاكتور للدايابيتس. الاي دي اي زي ما استاذنا كانوا بيتكلموا، اساتذتنا كانوا بيتكلموا عن الجايد لاين، همر عليهم سريعا سلايد الاوبيزيتي. فمحطوط الاوبيويد انتاجونيزم اللي هو النالتروكسون، والنص الثاني من الدواء اللي هو الانتي ديبريسنت اللي هو البابروبيون بالجرعه بتاعته بقى الشهيره اللي هي دبل الدوز. عشان نوصل للتارجت لازم نحط قرصين وقرصين، ف16 ملي جرام و180 ملي جرام. ليه سايد افكت وليه كونترا انديكيشن لازم نبقى اوير بيها عشان نحمي عيننا من اي مشاكل. بيرفع الضغط شويه، وان كان بعض الليتريتشر بتقول انه ما كانش سيجنيفيكانت رافع الضغط، بس نبقى اوير في العين اللي مش كنترول دي. يعني شويه كونستيبيشن، شويه نوزيا، شويه انسومنيا، وكمان بيعمل انكريس في الهارت ريت بوردر لاين. فناخد بالنا ان في شويه سيمباثوميميتيك لايك، فناخد بالنا في العيانين دول. طب نكونترا انديكيت في مين؟ نكونترا انديكيت في العيانين اللي هم عندهم ديفكت في الهايبرتنشن او كنترول الهايبرتنشن، او عندهم ابيليبسي، الناس اللي هم عندهم اكيوت انجل جلوكوما، الشباب الصغيرين اللي عندهم تندنسي تو ميجر ديبريشن او سويسايدال ثوتس، دول بنبقى بي كير. عشان كده احنا في الجايد لاين او في الابروفل احنا الدواء ده ما يتاخدش اقل من 18 سنه. اتس نوت الاود ان تكتب الدواء ده للشباب اقل من 18 سنه. الامريكان حطوه من زي ما دكتور مصباح لسه جايب، الامريكان حطوه بقوه بكل الجايد لاين بتاعته انه بيخسس حاجه ل 6% من الايفكت. الاوبيزيتي الكرنت في 2023 حطوا الادويه اللي ممكن تستخدمها كاوبيزيتي، واللي هو الاخضر ده ليه الوان، الاخضر الفاتح ده
متوسط الإفيدنس الأخضر الغامق ده قوي الإفيدنس اللي معمول ببوكس أسود مش منقط ده تعرف إنه ده واخد إفيدنس بيزد بكلينيكال ترايلز كتيرة جدا. فحطين النالتروكسون بوبروبيون ومعاهم الجي ال بيز والجي اي بي جي ال بي التيرازيبيتايت وفي الأوبيزتي إن جنرال وحطوا كل كومبليكيشن الادويه اللي تحطها معاها. ففي الفود كريفنج محطوط على قائمه الليست هو ومعاهم الجي ال بي في الاوبستراكتيف سليب ابنيا وهكذا. في التايب 2 نستخدم مين في الكارديو فاسكولار في الميتابوليك ليفر ديزيز الدبريشن طبعا هو رقم واحد في الباركنسونيزم محطوط الجي ال بي 1 ومش محطوط مجموعه اللي احنا قلنا في حاجات السي ان اس بنبعد عنه شويه. فبالتالي هو موصوف as a first choice في بعض أنواع الأوبيزيتي ريليتد كوموربيليتي وكمان في الناس اللي عندهم كريفنج اللي تيجي تقولك أنا مستحالة أبطل الحاجة الحلوة أنا استحالة أبطل الحلويات والرز والعيش والمكرونة. هم دول العيان وقالوا مين هم العيان اللي بياخد فارماكو سيرابي أي بادي ماس اندكس فوق الـ30 لو مش نافع معاه الدايت والإكسرسايز وكذا go for فارماكو سيرابي او 27 بادي ماس اندكس ويز كو موربيديتي ليها دايابيتس هايبرتنشن وخلافه. لو عنده فود كريفنج رقم واحد الناتريلكسون. لو هو دايابيتس واوبستراكتيف والبولي يبقى اللايراجلوتايد او جي ال بي هيتحط الاول والسكند تشويس هيبقى هم مجموعه النالتريكسون. 3 اشهر تقيم الموقف وبعد كده تختار الاذر سكند لاين لو العيان مش كنترولينج. هناخد شويه ايفيدنس سريعه بقى كده في الـ في الـ في الكلام اللي احنا قلناه او في الاربع دقايق اللي فاضلين دول. الكور اللي هي كونتريف اوبزرفيشن ستادي اتعملت في العيانين النون دايابيتك. خدوا بالكم دي ستادي الاولانيه في النون دايابيتكس انهم تقريبا ادلت والبادي ماس اندكس نفس الجايد لاين واستبعدوا كل ما هو دايابيتس واوبيزيتي وسيزرز وكل الحاجات دي وكانوا 200 عيان بلاسيبو و200 عيان خدوا المولكيول بالجرعه الدبل. ليه الدول على الدبل؟ عشان هو عايز يشوف السيفتي هل العيان بالجرعه العاليه هيحصل له مشكله ولا لا. طبعا البادي ماس اندكس او الويت ريدكشن كان فيري سيجنيفيكانتلي الفوق البلاسيبو تحت تقريبا الضعف او قريب من الضعف يعني 1.7 كيلو 1.11.5 في الاند اوف ذا ستادي. الكاتيجوري او الاتشيفر للويت لوس زي ما انتم شايفين الناس اللي خسوا 5% كانوا 66% اللي خسوا 10% 41 واللي خسوا 15% ودي حاجه مش كومن قوي مع الفارماكو سيرابي دي بتحصل اكتر مع البارياتريك سيرجي وقريب من نتائج التيرازيبتايد اللي قلب الدنيا في عالم الاوبيزيتي. دكتور مصباح موصي الموديفيكيشن او البيهيفير موديفيكيشن حبوا يقسوها رخرة وبداوا يشوفوا انت اخبارك ايه لما بتاخد الدواء. هل لسه بتحس بالجوع؟ هل انت بتحس ان انت لسه كريفنج للاكل؟ هل انت بتحب تجري على المطبخ بالليل تفتح التلاجة عشان تروح ضارب نص التورته الايام ما كان في تورته يعني وتروح ضارب نص التورته من التلاجة؟ فبالتالي هي دي بيسموها الكواليتي اوف لايف والامباكت اوف ويت عليها. فوجدوا ان هو امبروفنج الكواليتي اوف لايف بالنسبه للاوبيزيتي وبيحسن الامباكت اوف ويت على الاوبيزيتي. نفس القصه في الكارديو فاسكولار ريسك فاكتور كلها هتجد ان البادي ويت وعلاقته بالليبيد والويست وكل ده اتحسن ما عدا السيستوليك والدايستوليك بلاد بريشر بوردر لاين. هنا في ناخد بالنا ان في الكور ستادي دي كان الجرعه ضعف جرعه البراكتس ضعفها فعلا حقيقه يعني. الدايابيتس كير عملوا بقى في الدايابيتس قالوا احنا هناخد ناس دايابيتك ونشوف. لقينا الاولانيه الكور كان نون دايابيتك دي دايابيتك طبعا كان فيري الاي 1 سي نزل من 1/10 في البلاسيبو ل 6/10 يعني دواء بتاع اوبيزيتي كمان بينزل السكر 5/10% الاي 1 سي ونفس القصه في الامباكت اوف بادي ويت طبعا كان فيري سيجنيفيكانت. ومن هنا بداوا يقولوا ان احنا ممكن نستخدمه في الاوبيزيتي بتاعه الدايابيتك. قالوا هنحطه مع ناس بياخدوا دي بي بي 4 او جي ال بي 1 زي ما انتم شايفين سيجنيفيكانتلي عيان اوريدي على جي ال بي 1 او دي بي بي 4 واتضاف عليه اد اون وادي كانت النتيجه ده وزود الانكريتين دول بعد الايه الانكريتين. بداوا يتكلموا على الليب بروفايل هل الليب بروفايل بيتحسن هل كده. ده في ريسيرش ترايل 5000 عيان مجموعه ترايل ورى ان في سيجنيفيكانت ديكريز وانه كان الويت ريدكشن كان فيري سيجنيفيكانت
وبالتالي هو ابروفد لمين؟ زي ما احنا قلنا ال 30 او ال 27 وسكوميربيرتي، واي حد لازم يكون فوق ال 18 سنه. افتكروا الرقم ده، حتى الان اتس نوت الاود تحت 18 سنه. بتبتدي بقرص لمده اسبوع، وبعدين تاخد قرص الصبح وقرص بالليل اسبوع، وبعدين قرصين الصبح او قرص بالليل، وبعدين اتنين واتنين. يعني زينا جامعه الجي ال بي، لازم تبتدي بالتدريج عشان العيان ياخد على الدواء. ما تنسوش ده بيتاخد وزميل وزميل، يعني افطار وعشاء، وبيتاخد بالترتيبة دي او التجريه دي. دي السايد افكت اللي مكتوبه، بس اللي كانت كاتباها الاي دي ايه هي دي الكومن سايد افكت. دي يعني لازم على اي دواء، انا حطيتها من ناحيه الامانه، فممكن نبقى ناخدها بعد كده من السلايد. عاوز اقول ان هو associated with increased incidence of treatment target symptom depression. الكلام على الدبريشن اتضح انه لا، انه مقارنه بالبلاسيبو مفيش نسبه. السليب ديس اوردر ما كانش فيه، ما عدا مين؟ الانسومنيا. فننبه عينا ان الانسومنيا شويه ممكن يحصل شويه انسومنيا، ولو عيان بيلف على الدكاتره عشان انسومنيا ما تكتبش الدواء للانسومنيك بيشنت. العيان اللي بيشتكي من انسومنيا مش هينفع له الدواء ده. لونج تيرم افكت على الويت ريديوسنج دراج في العيانين الهايبرتنشن، وجدوا انه في بعض الاستادي ما كانش جايب بوزيتيف ريزلت، ده بالعكس كان ما فيش ديفرنس في الهايبرتنشن. نفس القصه بالنسبه للكارديو فاسكولار ميس، ما كانش في ديفرنس بينه وبين اخواته. وبالتالي كونكلوجن بتاعه النالتريكسون بوبريون في كذا ريسيرش ترايل ان هو ويت ريدكشن وزاوت ميس سايد افكت. الكونترا انديكيشن دي التجميعه بتاعتهم للاذر بوبوليشنز. اهم حاجه السيزرز لا، اهم حاجه الناس السايكيك لا. ثانك يو.